سؤال على الإف ستيتمنت، we'll write a program that reads the x and y coordinates of a point in the plane and prints exactly one of the following messages. يبقى عندنا نقطة ليها إحداثيات x و y، وعايزين نعرف هي هل هي الأوريجين لو كانت صفر وصفر، هل هي exactly one of the two axes يعني قيمة بصفر وقيمة مش بصفر، هل هي الفيرست كوادرانت ال x وال y positives، هل هي السكند كوادرانت اللي هو ال x negative وال y positive، هل هي الثيرد كوادرانت الاثنين negative، هل هي الفورث كوادرانت اللي هو ال x positive وال y negative. يبقى عندنا ست حالات وعندنا بس نقط يعني قيمتين نقراهم ال x وال y لبوينت. فعرف x وال y وقول له انتر كوردينيتس لل x وال y واقراهم، اقرا ال x وال y. لو ال x صفر والواي بصفر يبقى دي نقطة الأصل it is origin. لو جه للإلس معناته الاتنين مش بصفر، لكن ممكن تبقى فيهم واحدة بس اللي بصفر، الإكس بصفر أو الواي بصفر، يعني الإكس بصفر والواي ليها قيمة أو الواي بصفر والإكس ليها قيمة، ساعتها it is on one of the axes. طيب مفيش حب صفار خالص، نقول بقى لو الإكس بوزيتيف أكبر من صفر والواي بوزيتيف أكبر من صفر يبقى ده الفيرست كوادرانت، ولو الإكس نيجاتيف والواي بوزيتيف سكند، ولو ال x وال y negative third، ولو ال x positive وال y negative يبقى ده ال fourth quadrant. ودول ست حالات if else if else او if else if else if وهكذا، يعني لو نفذ حالة مش هينفذ الباقي، خلاص مش هيشوف الباقي. ما كانش عندنا غير ال x وال y هو اللي محتاجين بس نقراهم عشان نقدر ندخل في الست حالات دول.